أعلن اتحاد الكرة عن فتح باب الحجز صباح الغد الثلاثاء لحجز تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال في اللقاء المقرر له يوم 25 مارس الجاري، وذلك في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. وتحددت أسعار تذاكر المباراة بواقع 2000 جنيه للمقصورة الرئيسية و600 جنيه للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الأولى العلوي و250 جنيه للدرجة الثانية و100 جنيه للدرجة الثالثة. تأهل مصر المقاصة إلى دور 16 لبطولة كأس مصر بعد فوزه على بني عبيد بهدفين نظيفين، وذلك في الدور 32 من المسابقة. تقدم خالد صلاح بالهدف الأول للمقاصة قبل أن يضيف زميله محمود فهمي الهدف الثاني ليبلغ المقاصة الدور القادم من البطولة. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن المدير الفني لنادي برشلونة الأسباني تشافي هرنانديز اختار الدولي المصري لاعب ليفربول محمد صلاح ليكون البديل الأول في حال فشل النادي الكتالوني في ضم إيرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني. وفقا لصحيفة أس الأسبانية، فإن صلاح هو الخيار الأول لتشافي في حالة عدم التعاقد مع هالاند. أشارت الصحيفة في بيان رسمي إلى أن المفاوضات الأولية مع اللاعب كانت إيجابية، وأن صلاح يرحب بتغيير وجهته بعد قضاء 5 مواسم مع ليفربول ليكون أحد اللاعبين المهمين في مشروع المدرب الأسباني مع النادي الكتالوني. وسريعا انتهت هذه الجولة الرياضية مشاهدينا الكرام، أعود من جديد لاستكمال ما تبقى مع عبدين وتوفيق. شكرا لك ميزار.